أشادت السلطة التشريعية بإعلان الحكومة الموقرة إطلاق برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة، والتي اعتبرتها إضافة نوعية على مستوى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أن هذه المبادرات المتميزة تأتي من منطلق التعاون والتنسيق الدائم مع السلطة التشريعية، والتي تنعكس بشكل إيجابي على المواطنين. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشار سعادة النائب محمد خليفة بحمود عضو مجلس النواب إلى سرعة وتيرة إنجاز الوحدات والمشاريع الإسكانية، مشيدا بحزمة التمويلات الجديدة التي أطلقتها الحكومة الموقرة بهدف تقليل قوائم الانتظار. نثمن عاليا هذه التوجهات الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق مثل هذه المبادرات التي تحلحل هذا الملف من أجل ينتفع الكثير من المواطنين اللي يمكن بعض الاشتراطات لم تكن تنطبق عليهم. لعل يمكن من أهم الميزات اللي شفناها في هذا البرنامج الجديد رفع الحد الأدنى لقيمة التمويل، واللي كثير من المواطنين أصبح يعاني اليوم من ارتفاع قيمة الوحدات الإسكانية في القطاع الخاص، ولكن مثل هذا المشروع الآن بدأ في حل هذه المعضلة حلا جذريا. لعل كثير من المميزات التي يعني سيستفيد منها المواطنين في النهاية راح ستصب في صالح كل هؤلاء، وستخفف الأب على وزارة الإسكان من أجل حلول إسكانية مبتكرة.